أنت من يحفظك؟ أنا بقيت ووين لوكري من يحفظك؟ لوكري يحفظك الله. الله وين لوكري؟ بعض الناس يظن أنه هو الوحيد في العالم الجميل. أمورا كل الناس تنظر إلي بالعين. ماذا بك؟ قال عين. ماذا بك؟ قال الناس يحسدونني. ماذا بك؟ مريض. ماذا بك؟ مسحور. لا يوجد على وجه الأرض إلا أنت. الوسواس من من؟ من الشيطان. الوسواس من من؟ من الشيطان. اترك الشيطان. أنت تعبد الشيطان. أنت تعبد الله. اترك الوساوس. لأن الوساوس إذا دخلت كثيرة تكثر. هناك رجل جاء إلى عالم. قال إنه يدخل داخل البرميل هذا حق الماء داخل كامل ثم يخرج. يقول عندما أخرج أنا أشك ممكن بقي مني شيء لم يصبه الماء. ماذا علي؟ قال له العالم أرى والله أعلم أن مثلك لا يصلي. امشي أنت لا تصلي، لا تحتاج تتوضأ تغتسل ولا تصلي. قال لماذا؟ لماذا تسقط عنا الصلاة؟ قال لأنك مجنون والمجنون لا يصلي. أنت الآن اختار، إما أن تكون مجنون ولا تصلي وتمشي مع الشيطان مع الوساوس، أو تترك الوساوس تكون مع الله وتصلي. هذا يقول الله أكبر. الله أكبر. بعدين يأتي من؟ يأتي الشيطان. هذا شيطان. ها يقول يا شيخ أنت متوضئ؟ يقول لا أتذكر. يقول طيب نراجع أنا وأنت. يقول طيب نراجع. أنت عندما تقول الله أكبر تقول الله أكبر على أنك متوضئ، يحرم عليك أن تترك الصلاة. الله أكبر. لو خرجت من الصلاة آثم. وربط صوت ميسوانا مفهوم؟ جاء رجل إلى أحد الصحابة قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتي مساوس، ليس عندهم مساوس يهود ونصارى. لا يوجد عندهم سجود سهو. قال لماذا؟ قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخارب أعمالهم لأن خراب ما إذا بيت منهدم الآن أنت إيش تصنع فيه؟ ما تستطيع تخربه، هو خرب. لكن بيت مثل هذا عامر هو الشيطان يريد يخرب عليك بالوسواس. لكن يا أخواننا لا تضحكوا على الكفار. لا، واجب عليكم أن تعلموهم، أن تنصحوهم، أن تخافوا عليهم من النار. المسلم لا يغش الكافر. المسلم لا يكذب على الكافر. لابد أن ننصح لهم وتحمد الله أن عافاك وأنك مسلم، لأن بعض الناس يضحك عليهم. لا، احمد الله أن الله عافاك.
لابد أن تكون سبباً في إنقاذهم من النار. تدعو لهم، أنتم رأيتم الآن في الجمعة دعونا لهم بالهداية. ندعو للرئيس للحكومة بالهداية، أن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالهداية. آمين. والله نحب لهم الخير. لابد أن نحافظ على النظام، لابد أن نكون قدوة للآخرين.